كيفكم يا باشا؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ذخيركم كلياتنا اصدقائي. خلينا نرجع للمقدمه تبعنا. سلام، معكم التونر، رجعت لكم فيديو جديد برده فعل جديده. اصدقائي اليوم كمان رده فعل مو جديده، غنيه نازله من شي سنه، هي كمان بناء على احد مو لاحد متابعين بالقناه. ما شاء الله كلياتكم طلبتوا مني انه اعمل رده فعل على غنيه للسلامه، هي محسوفه كبت بلا. راح يطلع كل تعليقاتكم هون، راح استنى شي 20 ثانية 30 ثانية شوفوها. بذخيركم كلياتكم اصدقائي، بتشكركم كلياتكم على تفاعلكم معي بالقناة، عم تبعتوا لي اللينكات على الانستغرام، هي حسابي على الانستغرام او بالتعليقات تحت عم تكتبوا لي ذخيركم كلياتكم، لك انا بحبكم كلياتكم وبتشكركم على تفاعلكم بالقناة. فاصدقائي اليوم رح نعمل ردة فعل على غنية سلامة الجديدة، مو الجديدة، كبت بلل القديمة، هي محسوفة بقناة سلامة، ف الشباب نصحوني انه هي محسوفة، بس اكتب كبت بلا وبعتوا لي لينك. فاليوم رح نعمل ردة فعل ان شاء الله يعجبكم. انا جديد متعرف على السلام، عرفتوا كيف؟ رح نشوف اغاني كتبتوا لي، قلبك اسود، كبت بلا، صفقة قرن، هنشوفوا كلياتها وضخيركم كلياتكم. فاذا انتم جداد بالقناة اصدقائي اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، ما ضلش نوصل 2000 مشترك. اصدقائي في شغلة تانية كمان، اغلب الناس اللي عم يشوف الفيديو تبعي ما له مشترك بالقناة، يعني 80% ما له مشترك بالقناة. فاذا انت جديد بالقناة بتمنى منك انزل لتحت تشترك بالقناة، فعل زر الجرس، والله لا تكيف وحياة الله انا بقول لك. فاصدقائي خلينا نبلش بالفيديو، ما نطول عليكم، يلا بسم الله. هاي الفيديو اصدقائي، خلينا نشغل هيك، يلا بسم الله. صوت عالي شوي، أمط الصوت من المي من السماعات كمان خربطت. يلا نسمع. دوم الضحك يا رب. في ساحة هرم كني جد بين أحفادي، لساحة حاكم كم مخنث بانو بين طلابي، عندكم الفاضي بيعمل قاضي، عندنا بيعمل رابر، جسي محكمة فاكيد هكون عليكم القاضي. ادخل صلب الموضوع ركز في صلبهم كيف، هنا السد المنيع، هنا شلتك ياس خيش، مخزقة مدعوسة مزعة معدومة، مخرومة المحرومة ما نسميها رابر، نقول ممحونة، قالوا قلم ضعيف بلاغة، انا اله لراوك فاطلب غفراني وصلي، بالكلام ثمين ممكن فن الصياغة، مين يوقف قدامي من ساحة رابك قولي، بنشاتي قلمك ما يقدر ابدا يمحيها، ويلاتك الشذة ما بتقدر تخبيها، ساحتكم ناشفة سيل لساني او زنبر ويها، برمي قوافي تخلي عقلك يتعب يصفن فيها، ركز حجي ركز مو حرب النجوم، هنا حرب الاحبار وقل ما عندي 100 بار، ركز حجي ركز في بحر في بحار، بينكم وبين شط القوافي بحار، فكيف كلماتي ما تأثر فيك اشرح لي، شوف من خوفك تنص منشات كلمات قوية، منشات قوية تفوز الا في حرب مصاري، اما بين الظلم فخالي وضعك خاري، قال الشافعي يموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضان تاكله الكلاب، وقال الشافعي عبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب، فحاول افهم حلو بين اقلام الكلمات توقع تندم، بالقبلك طريق وتهدم البيت نار، الكلمات نار، قبلك حرقة كاز ومسلم اسلم، لا تقارني بين صقر مسلم وكاز، لا تقارن قضيب بين مجموعة الضياف، شذوذ عنوانها فكيف تقارن الرخاص بكبير عمان مان، كبار كبير انت كبير من يوم يومك، بنزل كل عشر دقايق في الدسات، ما عندي اي وقت لهداره، في الحياة قصتك سهلة بس دلني عداره، شوف مين جاي يتخطى دونها، ساحة فاقدة للرجولة من دونه، شوف مين جاي يتخطى دونها، ساحة فاقدة للرجولة من دونه، شوف مين جاي يتخطى دونها، حلو 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 حلو، شوف مين حارق والله سكر حارق والله، ولا واذا بتدسني مع بنشي يو هاف تو ديل، واذا بتمسني بنهيك سلامه عكسهم ريل، رابر اصيل ضمن جيل صعب مني سلامه اسم، اقرب واحد لليفلي بيني وبينه 100,000 ميل، واذا بغني حب ما تفكر قلبي رهيف، مرات بلسع بغمس مسيز برغيف، بالقوافي ثري عميق قثرك طفيف ضعيف، ما بتعبوا راسي كلكم جوكم خفيف، واحد منهم من خوفه ونزل اسم اخته، خايف اشد بحس
سب سب وتفاهه وسب انت بساحة اسود يا ضب روح تخبى انضب اسف اسف وصاحب مبدأ ما صدق ياخد فيزا كيف زلمي وقتوش مين الموناليزا واو اردني امريكي من بيك يور سايد شو سبقت نشمي مع اختك اوبن مايند ولا تحكم على ابراج او اسماء يكون احسن لك كم عذراء طلعت كحبة وسط بين منيك وكم من صقر وقعته وحرمت جناحه لانه بسمرابك رغم من عنك انا حاكم جوك انا جو ابطال صقر خاص جو اطفال قديش ما يعلي قارن مرضي البليجو انا برد بالحال انت صياد محال يا اخوي سلام مش عايش في حياتك عايش ايجو برمي فتلات مخي بركي بثقل ابريجو بكم ضربه فجر عقله بنشف ريجو طب جيبو هو كريستو كازو من معاه انا ثقل عليكم حجي فخليكو عنيدو شو بتعرف مدام جبتو سيرتو روح اسمع نفاره واسالك بجهاز ملعب كاز طيزو اكبر من مسيرته فغير مؤهل ابدا ينافس على الكاس صرعتنا في حالك مجنون انا مش زي الباقي اهبل خالك من تالوطي لبس طواقي ما بتفيدك لوحاتك الوانك فراشيك انا برسم لوحاتي بلساني على الارض برسم فيك كاس كس فهوقف على الساحة وكسكس بحبش السبب سمي ما خلولي غيره مش زيهم مدمن انا بس على البيت بكرز والسلام بقول لك كل هالساحة عائره للرب معاصر بالغ قدام قواصر فغادر حظك عاثر مش بيدي لساني فاجر خذ راحتك بالساحة ضوي رباعي وصابر شيطان رحيم ملك رجيم انا اصعب من جحيم قدام خصابي تقلامي مخك عقيم كنت كل كرخاص وذاكر نايك كل السين بس زيد باول كلمة نايك حرف الميم ما هسمي دس هسمي دلدو سلكوا حالكوا فيه شو بدي ازاي والله شو بدي ازاي صورة عديم اخلاق شوفوا هو بسب الخالق وانتو لسه عنده مش مشكلتي السين اكبر مشاكل القشرة فروة رابكم محنة ضرات عليكم خشني فبنهيك بانش بكسر يور هيد اند شولدر بانشة طويلة والله بانشة طويلة صح صح رابي ريل رابك فيك بغني حزيني حزنا عليك give me a break واذا مش قد اللي بتحكي لا تحكي عشان ما حد يطلع على ظهرك لا تكون قحبة وتحني هوموفوبك شاذ وكاز لحيس طياز بهت ببيتك زاز خلي واحدة منكم تنزل ورجيني شجاعتك وانسى ورد هاي بيت جديد مستر سناب خلص خلص وقف وقف سلام خلص 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 أصدقائي بلانشات قوية كتير خلص الفيديو خلص أصدقائي هلا أنا بدي أعطي رأيي بسلامة أوكي هو رابر قوي يعني أنا هلا عم بشوف ماضي عنده يعني تاريخ حلو بالهيب هوب أوكي يعني هو لسه بأول عمره عمره هلا يمكن 23 24 شفت عنده بالستوري فعنده قوة خارقة يعني أنا هلا من 2019 لهلا عم بيدس سلم صقر يعني لو أي حدا مع احترامي لصقر مع احترامي لسلم أي حدا ما كان هدول الاثنين كانوا سكتوا خلاص مربوا الناح سلامة يعني نشاط قوية اللحن اقوى يعني هو صوته ارتجالي لسلامة انا بحييك والله انا بحيي الشعب الاردني على هيك رابر قوي شوف هالحكي للشعب الاردني اذا عندكم هيك رابر قوي فلا تفكروا انه حدا من سين من غير سين يقرب عليكم تمام حتى من سين السوري يعني انا بحكي من عنا وجر حتى من عنا في عنا فولكانو هو قوي تمام بس سلامة شوفوا أصدقائي أنا ما بقارن فولكانو بسلامة هذا بس رأيي الشخصي عرفتوا كيف الشعب الأردني يعني نيالك على هالرابر قوي عرفتوا كيف لأنه عنده كلمات قوية ما حد رح يتجرأ يصير عنده جرأة يقرب عليكم ضخيرابكم كلاتكم أصدقائي على هالدس المعزوف زي 18 بتشكركم كلاتكم أنا هلا كل ما أسمع تراك قديم للسلامة بندم ليش؟ لأنه من زمان ما تعرفت على الشاب 2019 أنا وقتها وين كنت؟ عن جد إنه برات السين السوري في رابرز قوايا وإن شاء الله نحن هلا متجهين لغير السين التونسي جزائري ليبي عراقي رح نشوف وسعودي كمان رح نشوف شو عم بيقدموا الشباب كمان إذا أنتوا عندكم حدا
او رابرز انتو عم تسمعوا بغير سين الاردني والسوري، اكتبولنا بالتعليقات تحت ان شاء الله بشوف شو عم بقدم هدول السين التانيين. كمان مع كل احترامي للسين الاردني للسين السوري لكل سين بالوطن العربي. قايل لهم كم وصلنا نهاية الفيديو، اذا عندكم غنية بتكون ياني عامر عليه ردة فعل فيكن تتركولي بالتعليقات تحت او تبعتولي على حساب الانستغرام. هي هي، بتشرف فيكم كلياتكم وبحيات الله قسما بالله العظيم رح مشي طلبات الكل. انا عندي على الانستغرام عديت الناس اللي طالبين مني عمر ردت فعل على فيديوهات كليبات لرابرز مختلفين طلعوا شي 17. فضخيركم كلياتكم رح صور كل شي بعتولي وحيات الله هتصور كل شيء. فضخيركم كلياتكم فيكم تتركوا لي كومنت حلو تحت رايكم بهالدس المحذوف. بس عندي سؤال انه ليش هالدس محذوف؟ هذا السؤال اللي هلا عم بيخطر ببالي. فيكم تكتبوا لي كمان كومنت تحت. فضخيركم كلياتكم، كان معكم اخوكم التونه من قناه التونه. في امان الله. Oh.